مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير مازوريلا ستيكس، اصابع المازوريلا. قبل ما نبلش الطريقه مع بعض بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا اول شيء كورن فلاكسنا عندن بهيدا الشكل، بيضه، جبنة مازوريلا قطعتها بهيدا الشكل كمان أصابع، وطحين. بدي أحط فوق طحين شوية رشة خفيفة ملح. بخلطهم مع بعض، الملح اختياري، إذا بدكن بتحطوه ما بدكن حسب الرغبة. بغطي الجبنة أول شي بالبيض، برجع بالطحين، برجع بالبيض كمان. طريقتها كتير كتير طيبة، وأكتر شي بحبوها الأولاد، وحلوة على فكرة على السفرة برمضان. إن شاء الله كل رمضان وإنتوا سالمين. برجع بحطها بالكورن فلاكس، غطى منيح من جميع الجهات. هلأ بحطها بالصحن، كمان بعمل الباقيين نفس الشي. بحط الجبنة بالبيض أول شي، بطحين، على فكرة بتتحضر بوقت كتير كتير بسيط. نرجع بالبيض، بالكورن فلاكس. بنكرر هيدي الطريقة لنغطهم كلهم. أكيد عم حمي الزيت على الغاز، بحاول أغلفها منيح منيح بالكورن فلاكس. أوكي، كمان بحطها بالصحن لكفي الباقيين. بنرجع منكفي مع بعض. هولي بعد ما غلفتهم بالبيض والطحين والكورن فلاكس، إذا مش متوفر عندكم الكورن فلاكس ممكن تغلفوا تستبدلوا الكورن فلاكس بخبز تطحنوه ناعم وتغطوا فيه. هلأ بدي بلش قلي أنا وياكم. بسم الله، ما حميت الغاز على الأخير، خففته درجة. كمان بقلبهم. هلا بحطهم بالصحن، ما بياخدوا قلي كثير، دغري بينقلوا.
نكفي الباقيين من الشام ونكفي مع بعض. هول المازوريلا ستيكس بعد ما قليتهم، هيدا الشكل النهائي، كتير سخنين. واو، شكل كتير رائع. بتمنى تجربوا الطريقة وإن شاء الله بتنال إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.